اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف عن كل الفيديوهات وكل الشقق اللي قدمتها قبل كده. فيديو لشقه تخطف قلوبكم وعقولكم من تفاصيلها الحلوه قوي، التنظيم والادوات اللي فيها والتفاصيل السيمبل قوي اللي اعطيانا شكل نهائي رائع من غير تكلفه عاليه، من غير تفاصيل كتير. جولتنا النهارده مش شقه مصريه ولا شقه عربيه ولا أوروبية، جولتنا لسيدة في شقة لسيدة صينية. بصوا، أنا حبيت أعرض لكم الأول كده شقة سيمبل. لو عجبكم النوعية دي من الشقق إن شاء الله هكررها لكم. بصوا بقى التفاصيل السيمبل قوي في العفش، الألوان. حطولنا لايك للفيديو القمر ده، والأول مرة شفتنا في القناة يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا بقى من الأفكار المقدمها والديكورات. لو عروسة بتجهزي أو ست بيت بتجددي بيتك أكيد هتاخدي فكرة من الحاجات اللي بنقدمها. ونبدأ الفيديو. شوفوا بقى هنا الريسبشن، في بي ان تي مودرن، في مطبخ هقول لكم المطبخ معمول ازاي بطريقة طبعا حلوة قوي، وبعدين اوض النوم، وكمان تشوفوا الجولة في الحمام. بصوا هنا ده الاندري اهو، الترابيزة التلفزيون سيمبل قوي، الالوان طبعا فاتحه والوان كمان مبهجه، الاكسسوارز اللي فيها دي اوضه النوم الماستر، الاوضه بتاعتها. التنجيد ده كمان هما اللي عاملينه، يعني السيده هي اللي عاملاه. ده الحمام، بصوا كده، ده السرير هو ابسط من كده مفيش. يبترنا كمان تفاصيل اهتمامها بالملايات، سرير بالفرش، كل التفاصيل اللي انتوا عارفين قد ايه بلاد شرق اسيا اليابانيين والصينيين بيهتموا بالتفاصيل قوي ويهتموا بالنظافه والتنسيق. ده كده المطبخ، جزء من المطبخ، دي ترابيزه المطبخ. بصوا هتتفاجئوا كمان في حاجه تانية في المطبخ هتشوفها دلوقتي، المساحه حلوه. بصوا ده المطبخ مقفول اهو، ده الجزء التاني، المطبخ اللي بقول لكم عليه. انت بتحسي ان هي تقفيله مطبخ، لكن ده المطبخ مقفول بإزاز، تفتحي وتدخلي تطبخي وتطلعي الاكل. بصوا عشان طبعا البخار، لان المطبخ مفتوح على الريسبشن. هسيبكم كده ثواني في المطبخ. شايفين المنظمات اللي بنشوفها في الحياة اللي بنقدمها، شايفين البساطة في المطبخ وقد ايه رائع جدا ومنظم جدا اهو. بصوا ده بتقفل كده عشان بقى تصهد، عشان البخار، عشان اي حاجات من دي تبقى بره الريسبشن. ده بقى فكرة حلوة جدا، الناس بتحب عاوزين يعملوا المطبخ الامريكان مفتوح على الصالة. اعتقد ان الفكرة دي حلوة قوي. واو، هي طبعا هنا بتفتح، لقت الدنيا مكركبة. فطبعا اساس عندهم المنظمات اللي بتخطف قلوبنا وقلنا بنحب المنظمات بتاعتهم. هي هنا بتقولك ان كان عندها قطاعة قديمة، طبعا القطاعات الخشب مش مستحبة، هي جابت بقى قطاعة مختلفة تماما. بصوا الالواح دي بتحط فيها الفاكهة والخضار واللحوم، كل لوح من ده متعلم عليه، والسكاكين بتاعتها. الجميل بقى كمان ان هي بتعقمهم بالطريقة دي بالفيشة وبالزرار كده بتعقم. نرجع تاني للمطبخ اللي عجبني جدا، انت بتحسي ان دي ضلفة مطبخ مش المطبخ نفسه، جواه التلاجة هنا بره اهي، لكن الجزء بتاع الطبخ نفسه مقفول عليه. وطبعا ده بيحافظ جدا جدا، فكرة فوق الممتازة على الناس اللي عاوزة مش عندها مساحة وبتفتح المطبخ على الريسبشن او على الليفينج. بصوا الستاير سيمبل قوي. هندخل بقى هنا اوضه ابنها الكبير، عندها طفلين. انا شخصيا بقول ان دي شقه عروسه لان التفاصيل اللي فيها شقه عروسه. بصوا المكتبه عامله ازاي، السرير، النظام نفسه عامله لها اوكي. هنا الكواكب والمجموعه الشمسيه فوق السرير. بصوا الاوضه بتاعتها كمان مره بعد ما فرشت بقى الملايات بتاعتها، سيمبل قوي من غير خشب فيه قايمه او تفاصيل عادة، لكن التنظيم هو الاساس، البهجة في الدنيا اللي موجود. هنا تاني الحمام اهو يا بنات، بصوا كده الجزء بتاع الشاور. لو مستمتعين بقى معانا بالفيديو وصلتوا معانا اللحظة دي متنسوش اللايك، اللايكات يا بنات بتعلي الفيديو بتوصلوا لأكبر عدد ناس من المشاهدين. بصوا القمر بتاع الحمام، البساطة ثم التنظيم ثم النظافة الأساس وليس العفش الكتير. ده تاني المطبخ وجماله، اللي المطبخ ده من الحاجات اللي عجباني جدا. هي بتورينا المنظفات اللي بتستخدمها يوميا وروتينها اليومي في تنظيف المطبخ، البوتاجاز، الشفاط، وبتورينا كمان خطوات الدهون اللي هي بتخلص من الدهون اللي في الشفاط.
كمان انتوا عارفين المطبخ كمان بتاعها مقفول، فهتبقى الدهون كلها مركزة في الأجزاء دي. دي منظمات، بس شوف بقى فكرة المنظمات دي عاملة ازاي. دي منظمات الاكليريك، بتقول الدنيا بتجيبها كده البهارات والحاجات زي ما احنا بنجيب، وممكن تفتح الكيس بيقع. بس بصوا بقى هنا، هي فتحت على المنظم اللي تحطه في البقوليات، بتفتح بالطريقة دي. هي تقصد كمان انك تحط فيه سوائل استحالة يفتح، زي العلب المحكمة بتاعة تبروير. الحاجات الاكلير دي يا جماعة حلوة جدا، وممكن اقل في السعر من منتجات تبروير، وشكلها حلو وامنة صحيا، خاصة اذا كنت شارياها من مصدر موثوق منه. ندخل بقى الأوضة التانية بتاع البيبي. بصوا البساطة والجمال، التفاصيل الحلوة قوي اللي في الأوضة. هنا ده منظم مناديل، وفي نفس الوقت بصوا هي عاملاه ازاي، حاطه فيه الريموت وحاطه فيه التليفون لو بتتفرجي على فيديو، وفي نفس الوقت ممكن تاني في التليفون ده قاعده. فاكتر من فكره، انتوا عارفين ان هما اتبلد المنظمات اللي بتعجبنا كلها عندهم. ده الجزء التاني من المطبخ اهو، حاطه فيه بقى ازايز المشروبات، وهنا الجزء التاني بتاع الطبخ منفصل، وتحسي ان الريسبشن على بعضه كله، مفيش فيه مطبخ، وان هو قطعه متكامله من بعض. ده اللعبه دي بتحركها كل شويه. بصوا لون الستاره هنا كده، فجابتها جنبها، بعد كده بتوديها اوضه ابنها. فكره ان انا احرك قطع ديكوريه مع الكوشنز مثلا مع لون ستاره، واغير في المكان من غير ما كل شويه اكلف واعمل ستاير او حاجات جديده اغيرها. حلو قوي. انا هوريكم المكان كان قبل ازاي وبعد بقى عامل ازاي. ده بصوا كده، ده اوضه النوم بتاعتها. شوفوا كانت الاول ازاي وبعدين بقت ازاي. بصوا الجمال، هوريكم كمان أوضة بقية الشقة. بصوا شايفين ده كان عامل ازاي، المكان كان قديم جدا. دي أوضة ابنها حولته لإيه، طبعا كل دي أفكار منها. دي الأوضة هي بعد ما شفناها الشكل الأول كانت عاملة ازاي. أهم حاجة دايما يا بنات، لو انتي في الأول بتاخدي الشقة بتاعتك التصميم، لو انتي يعني لو حد صمم لك المكان كويس جدا واستغليت المساحات، الدنيا تختلف تماما. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالفيديو النهارده. ما تنسوش بقى لايكات للفيديو وتعليقاتكم الجميله، بستناها. تشوفوا ان شاء الله فيديو جديد، ولو عجبكم فيديوهات صينيه او فيديوهات شقق صينيه او يابانيه اكتبوا لي، وشقه جديده. واسيبكم مشاهده ممتعه، وانا نبدا بقى نشم الروائح الحلوه قوي اللي هتحطها، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.